من أجمل الطلات على المحيط الأطلسي ومصب نهر السابو والمهدية، هذه الطيور البط الوحشي متجهة نحو لاك سيدي بوغابة أو دايت سيدي بوغابة. هذا المنظر الجميل الذي يجمع بين البحر والنهر والخضرة والزرقاء ورغم تواجد الضباب، فالمنظر يغري بالتوقف وبإلقاء نظرة جميلة على هذا المنظر. هنا نقترب قليلا من شليحات اللي هي منطقة توجد شمال مجرى أو مصب الوادي والمهدية التي توجد جنوبه، والخضرة التي تعرف بهذه المنطقة من الغرب، والبعد التاريخي هناك قصبة كذلك سنعود إليها في شريط لاحق. محبتي والورد.